مرحبا بكم في برنامجكم لرونديفو دو لوبينيون. اليوم حلقه خاصه، حلقه تاريخيه، غنتحدثوا فيها على تاريخ الصحراء المغربيه قبل وبعد الاستعمار، تاريخ روابط البيعه ما بين ملوك المغرب وقبائل الصحراء، وكذا راي محكمه العدل الدوليه سنه 1975. اليوم نستضيف سليم بن حداد، باحث في تاريخ الصحراء المغربيه، اللي حدثنا على هذه القضايا. اولا يعني وقبل الخوض يعني في النقاش، هل هناك في المغرب يعني وعي باهميه البحث في تاريخ الصحراء المغربيه؟ في الاونه الاخيره فعلا اصبح هناك تراكم من الوعي، لا الثقافي ولا السياسي ولا الدبلوماسي ولا المجتمعي، بتاريخ الصحراء المغربيه بسبب ما يروج من اكاذيب وترهات خلقها المزاعم وروجوها حتى كادت أن تصبح الحقيقة في رداهات العديد من الصالونات السياسية، لا العربية ولا الإفريقية ولا الأوروبية ولا الأسيوية ولا حتى الأمريكية. لكن هذا الوعي يبقى دائما مرتبط بمدى معرفة أبناء الوطن بتاريخ الصحراء المغربية، كيف كانت العلاقات، ما هو رد فعل المخزن المركزي، ما هي علاقتهم بالسلاطين المغاربة؟ هل هذا الوعي هو خليق أو ثمرة لهذه الصحوة الفكرية المغربية المرتبطة بالاهتمام بتاريخ الآباء والأجداد، أم أنه ربما سبب من الأسباب التي خلقها العدو المتعنت الذي ما زال يروم أو يسبح في الماء العكر حول مغربية الصحراء؟ فهذا الوعي اليوم حقيقة نستشعره ونحس به ونحس بقلوب المغاربة المتشوفين والمتشوقين للاطلاع على صفحات من هذا التاريخ المجيد، خاصة في تاريخ المغرب. وباش نختموا على هذه النقطة، على أن تاريخ المغرب أو تاريخ الصحراء راه ماشي بدا غير مع المسيرة الخضراء، راه هناك قرون، على الاقل واحد 6 او 7 ديال القرون. ما بغيناش نقولوا على ان راه كانت مولاي ادريس الثاني البيعه ديالو حضر وفد من الصحراء المغربيه. انتم يعني كباحثين يعني في هذا المجال، هل هناك صعوبه في الوصول الى المصادر التاريخيه؟ ملي كنت كنشتغل في الكليه كطالب باش كنحضر الاطروحه ديالي، لان ملي مشيت درتها السنه الاولى والثانيه في فرنسا كانت عراقيل، كانت مضايقات من خصوم الوحدات الترابيه، لا من الجزائريين ولا من حتى الناس اللي كانوا يدورون في فلك الجزائريين. ملي رجعت للمغرب وبديت كندخل في عمق ديال الموضوع، اول مشكل اللي عرضني هو قله المصادر التاريخيه، وكنسطر تحت كلمه التاريخيه، لان هناك غزاره في المتون، فاش في الفقه، في الشعر، في الحديث، في الفلك، في الرياضيات، الكثير اللي ألفوا أبناء الصحراء والكثير التي ألفها المغاربة، لكن الكتب التاريخية التي تمس مواضيع تاريخية محضة قليلة وقليلة جدا، ناهيك عن غياب المصادر والمراجع التوثيقية. علاش؟ لأن قليل من المغاربة التي يعرفوا على أن هذه الصحراء المغربية جلبت الأنظار ديال أوروبا قبل ما يقع الاحتلال ديال المغرب. فكروا على انهم يحتلونا من الصحراء، يفصلونا من الصحراء ويتسربوا لنا من الصحراء عاد يطلعوا للشمال. اذن حطوا امام عينهم الصحراء كوسيله باش يضغطوا على المغرب ويفتحوه من التحت ويطلعوا. ثانيا باش غادي يتسربوا لنا الصحراء ماشي بالجيش، داروا سياسه جهنميه مسالمه اعتمدت على العديد من الرحاله والمغامرين في ازياء، اما ديال طبيب او مهندس طوبوغرافي او مهندس نباتي او غادي يبني لك الطريق او غادي يدير لك يحلل لك الماء او غادي يداوي او غادي يقري الابناء ديالك، حتى انفلترا الصحراء مزيان وعرف الشعاب وعرف المسالك وعرف العادات وعرف التقاليد، بدا كيدخلوا لك كتجار او كحجاج مسلمين ينطقون باللغة العربية ويتقنون شعائر الصلاة، بل منهم من صام حتى معك رمضان
ومنهم من حتى صلى معك في المسجد وهو في العمق راه جاسوس إما فرنسي أو إسباني أو ألماني أو إيطالي أو بلجيكي أو هولندي أو بريطاني أو سويدي. هذا الجيش الصامت الساكن لكنه ينهش في جسم المغرب من الجنوب حتى عرف العادات والتقاليد ديال القبائل وعرف المكانة والمتانة ديال القوة ديالها، شحال عدد السلاح ديالها، شحال عدد المحاربين ديالها، اشنو هي الخصومات ديالها، فين كانوا كيدبزوا على الماء وفين كانوا كيدبزوا على المرعى وفين كانوا كيدبزوا على الكلاء. عرف باش حتى لبغى يحيي هذيك النعرة ديال العصبية القبلية او يحيي الفتن يخليهم يتخاصموا ويتأنفلتر هو يدخل بسهولة. إذن المصادر والمراجع التوثيقية كانت مهمة. حالة أخرى انتقلوا لها باش تعرفهم كانوا أذكياء وكانوا دقيقين في الملاحظة ديالهم. من اللي هبطوا للجنوب ما مشوش كيقلبوا على فين كاين التوب ولا فين كاين الأكل ولا فين كاين الملح له وكاين الماء المالح، تيقلبوا فين كاين الوثائق اللي كتبين هذا الشيء خطير. ما تعرفوش ولادنا بزاف، تيقلبوا على الوثائق هي المراسلات اللي كانت كتتم بين السلاطين المغرب وعلماء وفقهاء ومرابطي متصوفة ومحاربي الصحراء. علاش؟ لأن هي اللي فيها البيعة، هي اللي فيها العلاقات والارتباط الوجداني والارتباط الديني والارتباط التجاري والارتباط السياسي. اش داروا؟ مشاو عند القبائل دائما في إطار التجسس، قالوا لهم انتم عندكم حروب بعضياتكم، انا غنبيع لكم البندقيات. وفي الصحراء ثلاثة المسائل هي القمة ديال الثروة: الماء والسلاح والدبة الجمل. إلى عندك هادو راك انت غني في عيشة هانية وخا شاضف الحياة كبير. قالوا لهم غنعطيك البندقية. ملي عطاهم البندقية عطاهم البندقية اللي كانت كتسمى شاسبو اللي كانت استعملت في الحرب الفرنسية الألمانية في عام 1870، ثقيلة بالخشب. ملي تيحطوها في الميزان تينزل الكفة ديالو. باش كيعبروها؟ بالوثائق. وشحال تيخصك ديال الوثائق باش تعبرها؟ خصك أكياس وأكياس. ملي تيعطيوها لك ملي كيطلع لا بالونس مزيان تاخذ البندقية فرحان، كتلقاها بدون رصاص. ملي تيحطك الرصاص لو بلون ثقيل عاود عبروا بالوثائق حتى جمعوا مئات بل الآلاف ديال الوثائق التي تثبت حقوقنا السيادية والقانونية. عاد ضربونا في الدار قالك راه الصحراء ماشي ديالك، فينا باش غادي تبرهن عليها بالوثائق؟ ما عندك شيء. يعني الكل يعرف بأن كانت هناك يعني روابط بيعة ما بين ملوك المغرب وقبائل الصحراء. يعني منذ متى بدأت هذه الروابط؟ منذ مولاي إدريس والصلاة، انتبه معايا، والصلاة تقام باسم سلطان المغرب. هذا هو الارتباط. فرنسا غير ملي دخلت، اسبانيا ملي دخلت، ايطاليا ملي حاولت تدخل، بلجيكا كذلك، ولا المانيا، المشكل ديالو شنو هي؟ كيفاش غادي يحيد اللازمه من فم الصحراويين ان تنصليو باسم السلطان وكندعيو باسم السلطان في الجمعه؟ ثانيا الصحراوه ولا اهل الصحراء عندهم واحد الكلام حلو في اللسان ديالهم، كل وطنيه اشنو هي؟ واحد اللازمه تيقولوا الله يهدل الاوطان وينصر السلطان. شوف التعبير كي جميل، الله يهدل الوطن وينصر السلطان. فينا هو السلطان؟ راه فاس، والمسافة من فاس حتى للقويرة شحال هي وكي غتقطعها. ولكن الإيمان قوي في القلب وفي اللسان وفي العقل. الصلاة تقام، التجارة باش كانت كتتم في الصحراء المغربية بالريال الحسني، الأحكام القضائية القضاة شكون هما؟ تيعينهم المخزن من عندهم. ها الحكم الذاتي اللي جميل اللي نادى به سيدنا حاليا، حنا جدودو مارسوه في الصحراء. تيقول لهم اختاروا اي واحد عندكم اهل لهذا المكان ويجي لعندي الفاس ولا المكناس ولا مراكش باش نعطيه الظهير السلطاني. وكانت الاحكام القضائيه، ثم كذلك تمثيل المخزني، القاده القائد الباشا والامين وأمين المستفاد، فين كيعينهم بالسلطان بظهائر. والحديث طويل على العلاقة ديال الرقيبات بالسلطان ولا ولاد الدليم بالسلطان ولا العروسيين بالسلاطين ولا التدرارين الشرفاء
ولا إزرقيين ولا أيت الحسن ولا أماء العينين ولا فيلالا ولا لائحة طويلة جدا تمثيل المخزني هذا في الصحراء. فما بالك إلى تجاوزناها وهبطنا لبلاد الشنقيط في الترارزة في البراكنة أضرار في تاقانت في تيجيكجا في أكجوجت في الحوض كلها الأمير ديالها معين من عند السلطان المظاهر الرسمي. هذا شيء جميل لكن للأسف ولادنا ما تعرفوهش ما قراهوش أو ما قراهوش اليوم. في تاريخ المغرب هناك غموض حول يعني تاريخ الصحراء المغربية قبل وصول الاستعمار، يعني كيف كانت يعني الصحراء المغربية قبل وصول إسبان إليها سنة 1884؟ أنا تنظن على أن كان هناك اختلاف وكان هناك لبس. علاش؟ لأن الحسن الثاني الله يرحمه كان حريص على الاهتمام وشغف كبير بالتاريخ، وملي دخل المفاوضات مع الصبليون وجدنا الملف ديالنا ما بقيناش غادي نمشيو للعسكر، ما بقيناش غادي نمشيو للمواجهه الحربيه، ما بقيناش غادي نمشيو للمواجهه الدبلوماسيه. علاش؟ لان عيا مع فرانكو راه غير الحسن الثاني الله يرحمه ملي تبايع راه اول خطوه مع الصبليون مع وزير الخارجيه 63 في الرباط قال لي شوف مشكل الصحراء يتحل، سياده مغربيه قانونيه وتاريخيه ديالنا، رفضوا الصبليون. فرانكو كان تيقول ما يمكنش نتخلي على الصحراء المغاربه، باقي المغاربه ما عندهمش القدره باش ياخذوا حتى الصحراء، خصهم ينعسوا 21 عام اخرى. هذا فرانكو كان تيقولها. ثانيا ما ننساوش واحد القضيه، ملي كنرجع معك انا التاريخين باش نجي معك اللب ديال الموضوع ديال محكمه العدل الدوليه. اش كنعرفوا على محمد الخامس محمد غزلان؟ زياره تاريخيه. ها باقى فرنسا يالله تستنشق الحريه ديال تهنات من المقاومه او البندقيه المغربيه. قبائل الصحراء كلها بكره عن ابيها حلت بقريه محمد غزلان، جددت الولاء والبيعه للسلطان سيدي محمد بن يوسف محمد الخامس على اساس ما يتخلاش عليهم، على اساس ما يرفعش يدو عليهم، على اساس يحافظ على العقد ديال البيعه اللي كيجمعهم به، على اساس يدخل المعمعه مع الاسبانيين ومع الفرنسيين ومع المنتظم الدولي على ان رعايا وطرف من البلاد. هذا حنا ملي دخلنا لهذ المفاوضات الاستعمار مله واحده كلهم اتفقوا علينا، وعاود دخلت فرنسا وضربات الصحراوه في لوبيراسيون ديال ايكوفيون في 58 واخا، ولكن واش المغاربه سكتوا؟ واش البندقيه نعسات في الصحراء؟ ما نعساتش، راه كاين مجموعه من الاشياء اللي غايبه على وليداتنا، العديد من المعارك الشهيره ماتوا عليها المغاربه الصحراوه على الوطن وعلى البيعه، في تافودرت، في الشاطئ، في البلايه، في المسيد، في العرقوب، في الجيره واحد، الجيره جوج، العيون، الدخله، بوجدور، طنطان، العرقوب، معارك طويله ماتوا ناس على ود لا اله الا الله محمد رسول الله وبيعه محمد الخامس وبيعه الحسن الثاني، وما زالت البيعه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تاريخ تليد. ثم كذلك ملي دخلتي التعنت الاسباني ما بغاش يعترف لك بالحقوق ديالك السياديه، اذا بدا تيخلق هو مشاكل بحال باش يعارضك، مشى دار الجماعه الصحراويه تيقول راه الصحراوي راه معايا، الصحراوي ما تخلاوش على حتى مغربي. ملي دخلنا للصراع التوثيقي فرانكو مشى جمع الاعيان ديال القبائل الصحراء وقال لهم راه المغرب تيوجد شي حاجه، بغيت نعرف واش نتوما معايا ولا مع، قال له احنا ما يمكنش نحملوا الرصاص ونقتلوا ولاد عمنا وخوتنا المغاربه، البيعه في عنقنا مع الحسن الثاني ومع باه ومع جدوده راه ما يمكنش. ملي عينا الصبليون اصم الاذان التجئنا انذاك الى تحضير ملف وثائقي، ملف فيه الحجج الدامغه باش تقدموا للمحكمه العدل الدوليه. هنا ما فيها لا بيع لا شراء، ما يمكنش ترشي محكمه العدل الدوليه لان فيها قضاه نزهاء ومعروفين على الصعيد العالمي والاموال عندهم، ما عندك ما دير معهم، غادي تدخل معهم المعمعه تحط ملف. الصبليون حطوا تما وجدوا الملف ديالهم. المغرب حط ملف اعتمد على جوج المسائل، اشنو هما؟ هما
القضية ديال البيعة ما دخلاش لدماغهم في أوروبا. أنا كنهضر على أوروبا في الذهنية في التفكير السياسي والتفكير المنطقي. وتتقول لي راه علاقة ولا المغرب بنا الزاوية تيكوا الزاوية، أنا ما عندي ما ندير بالزاوية، ما عندوش هو في, 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 في المخيلة ولا حتى في الذهنية السياسية والتفكيرية ديالو. ملي كتقول لي راه كاين روابط الولاء والبيعة تيكوا الولاء، ما عندناش حنايا. كتقول لي تيوك حنا راه حنا كن ملي كيطلع مالك كنحطو راه كيحكم، ولكن راه حنا كندخلو تنحكمو معاه. تحط حنا ملف قلنا حنا عندنا علاقات اخرى مبني على الشريعة الإسلامية، عقد البيعة هو الرابط المتين الذي يجمع الراعي مع الرعية، وكذلك الراعي هو الصاهر الأمين على الوحدة الترابية وعلى مصير البلاد والعباد. كذلك الرعية مصير ديالها أن تنقاد لأوامر السلطان وتقف عند نواهيه وتكون سندا له. هذا الشيء كامل تحط في الوثائق. دينا تنقلبوا على الوثائق، رجعنا هنا باش غادي نبينوا التاريخ. واش غير 75 بداو الوثائق؟ لا، جبدنا الوثائق ديال محمد الثالث، جبدنا الوثائق ديال مولاي عبد الرحمن، جبدنا الوثائق ديال مولاي سليمان، جبدنا الوثائق ديال مولاي اسماعيل، جبدنا الوثائق ديال احمد منصور الذهبي، جبدنا الوثائق ديال مولاي ادريس وحطيناه في ملف وترجمت، وحطينا محامي محنك اللي غيدافع على القضيه ديالنا. ربحنا القضيه بعد ما تفحص وتمحص قضاة نزهاء الملف الاسباني والملف المغربي. جاء الحكم ديال 16 اكتوبر 1975 حكم استشاري على ان هناك روابط وعلاقه تجمع ما بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء. انتهى الكلام. هنا ابدات تطبيق هذا الحكم، كما كنقولوا تنفيذ هذا الحكم. اسبانيا ما قبلوش، رغم انهم عارفين. علاش عارفين؟ هذا هو السؤال اللي خص المغاربه يعرفوه. هل الحكم تعطى في 75؟ ولكن سير معايا قبل 75، سير معايا للخمسينات، سير معايا للثلاثينات، رجع معايا سنه 1900، رجع معايا سنه 1884. اول خطوه غادي تحط اسبانيا رجليها في الصحراء في واد الذهب. واش احتلته؟ واش اغتصبته؟ واش دخلت في حرب مع المغاربه بحال فرنسا؟ هنا سؤال عريض، ولادنا ما تعرفوش بعض الحقائق. كثير من السياسيين والاعلاميين والمثقفين والجامعيين والمهندسين وكل من يتحدث عن الصحراء تيقول لك الاستعمار الاسباني في الصحراء في القرن 19. كنقول لها خاي هذا راه عطيتهم شي حاجه باش غيبقى يضربونا. اما سكت وخلي الكلام صحاب الخبره، ولا قول لي ما عرفتش. ولكن باش تعطي الكلام وتعطي الصبرين واحد الحق ما عندهمش صعيب. اش كيبدا تيقول لك شاهد شاهد من اهلها، راه ولادكم تيقولوا هذا الشيء. لهذا هما ملي جاو نعسوا. راه المغاربه ما تيعرفوش واحد القصه ديال عام 1885 دقدقنا الصبليون مزيان في معركه الداخله. شكون اللي كيهضر عليها؟ حتى واحد ما تيعرفها. في مارس دخلوا هما الواد الذهب في 26 نوفمبر 1884، 9 مارس جرينا عليهم. تعقد الدوره ديال البرلمان الاسباني طريقه كيفاش علتوا على الحمايه وجروا عليكم المغاربه؟ ما يمكنش. عاودوا رجعوا دقدقناهم حتى ولا تيقولوا ها العار خليونا نعيشوا وحداكم نصيدوا الحوت. علاش؟ لان الحكومه في مازق امام البرلمان على الصحراء وامام جزر كناري. علاش؟ الصيادين دايرين عليها ثوره، شوفي لنا شي طريقه باش نصيدوا الحوت عند المغرب. راه عنده داك التيار البارد، الشواطئ ديال الصحراء فيها 750 نوع من الاسماك وغنيه تزخروا بهذه الثروه. الصبليون عندنا معاهم مشكل ديال الحوت هذه 400 عام ماشي دابا، وغادي يبقى دائما. علاش؟ تيستهلكوا الحوت وتعرفوا الصحراء غنيه بهذه الثروه. هنا بدا المشكل ديال اش غادي ندير؟ اسبانيا نعسات وبدات كتعطي الفلوس للشيوخ، ها العار ما تهاجمونيش. مشاو الشيوخ 1890 94 95 96 97 99 1902 4 و5 و6 و7 و8 وفود ديال الصحراء تجي لتجدد البيعه وتجدد الولاء وتطلب المال والسلاح. واش هذا السلطان الحمق قد يعطيها الفلوس ويعطيها السلاح؟ يقول لهم هاكم باش تمشيو تنفصلوا عليكم، ما كانوش مغاربه.
هذا هو السؤال اللي خصنا نعرفه. هذا راهو مولاي عبد العزيز المظلوم ملي دق الفرنسيين في تيجيكجا في اكجوجت في ولاتا في تاغانت في الحوض في اضرار خرجوا عليه هذه القضيه انه باع المغرب بكالا. ولكن قول لهم اش دار؟ يسولوا جنرال غورو اللي مات وخلى المذكرات ديالو يرجعوا يقراوها الفرنسيين ولادنا باش يعرفوا واش بصح باع المغرب على بيكالا ولا هرس الفرنسيين. هذا سؤال كبير وعريض. علاش؟ لان بقاو المغاربه محافظين على البيعه والولاء. وهنا فاش تجسد محكمه العدل الدوليه هناك علاقه ولاء وعلاقه تاريخيه ما بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء. الكل يعلم بان محكمه العدل الدوليه في رايها الاستشاري ديال سنة 1975 أقرت بوجود روابط البيعة ما بين يعني القبائل الصحراوية وملوك المغرب عبر التاريخ. لكن هذا يعني هذا الاعتراف لم يعني يقنع المجتمع الدولي بحقيقة هذه الروابط. لماذا حسب رأيكم؟ احنا بالنسبة لنا العلاقات ما بيني وبينك كيكون عن طريق عقد ولا لا؟ والعقد اللي ما بين السلطان والقبائل الصحراء بيعة. صافي. البوسيتو كما تيقولوا البلاغه والايجاز كاين عقد كاين علاقات هي مكتوبه. وهذا باش كنميزنا حنا المغاربه شنو هي البيعه ديالنا والعقد ديالنا مكتوب خط ماشي غير كنسلموا باليدين كنبوسوا اليدين لا كنسجلوها وكنكتبوها وتنطقوها بيدينا.